يا صباح الخير، يا مساء الخير، يا مساء الأنوار، وتحياتي لكم لكل عم بحضرونا. إن شاء الله يا رب يومكم مليان بالمحبة والطاقة الإيجابية وكل شيء حلو وكل شيء بتتمنوه كمان، وكل الأهداف اللي أنتوا حاطينها اليوم مع طرقعة خميس إنها تتحقق. أكيد اليوم عرفتوا مع مين حلقتي اليوم، مع الشيف المبدع خميس، وأكيد بداية أسبوع موفقة لكل اللي بلشوا اليوم. أهلا 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 شيف خميس، كيف حالك؟ أنت ما بتحب الطرقع إلا وأنا عم بقرأ المقادير أو أنا عم بحكي. شيف خميس، اليوم احنا ابداعاتك رح تكون طبعا يعني على حسب الطلب كمان. بالضبط بالضبط، هذا الطلب اول شيء انتم طلبتوه الحلقه اللي فاتت وكان في الحاح و اصرار بدنا بيتزا، فاحنا عملنا الحلقه هاي بيتزا. طبعا احنا عملنا كم من حبه هيك تحت الهواء، نقرشنا شويه. لا لا ما اكلنا ولا شيء، لا اصلا انا مش مقطعهم، خايف اي احد يغدرني ياخذ شيء منهم ونطلع الهواء، فتركتهم زي ما هم هيك. فاليوم احنا كلها بيتزا. اوكي حلو كتير. طيب معناته شيف اليوم من اي تو زد رح يعملكم البيتزا، رح تتعرفوا على طريقه العجينه اللي هو عم بيعملها كمان، وعلى الاضافات اللي بحب يضيفها شيف خميس، وكمان على صلصات منوعه. صحيح. طيب اوكي نبلش معناته بايش بدنا نبلش. اول يوم بده تركيز شديد الموضوع. أوكي. لانه في عندنا اكثر من صوص، احنا مش عاملين بس صوص البيتزا البندورة الطبيعي اللي كل الناس بيعرفوه، احنا عاملينه كمان كتير طبيعي. أوكي. بس عاملين كمان صلصتين جنبه. كمان بدهم تركيز عشان نغير ونطلع بس من جو انه البيتزا لازم دائما تكون في بندورة وجبنه وخلصت. فبدنا ناخذ اول وصفه لاول صلصه اللي هي صلصه البندورة ونبلش فيها. يلا خلينا نروح للمقادير. بيتزا الصوص، طبعا صوص البيتزا راح يكون عندنا 4 أكواب بندوره مقشره معلبه، وعندنا معلقه كبيره ثوم، معلقه كبيره زعتر طازج، وعندنا معلقه كبيره زعتر ناشف، ملح وفلفل اسود. اوكي احنا هلا من بعد المقادير شفتوا انه بسيطه كتير المقادير للصلصه، ورح نبلش فيها مع شيف خميس عشان نشوف كيف رح يحضر لنا اياها. اوكي اول شيء حكينا احنا البندوره، وجينا اول وصفه عملنا البندوره مش مشكله، بس عشان احنا نكون يعني تقليد ومش تقليد. راح احط الزيت الكرم هون بالطنجره. تمام. بعدين راح انزل الثوم. ان شاء الله ينزل الثوم. بدك معلقه. اوكي راح نتركهم لا يحمو شوي. طبعا انا مش يعني بندوره، انا بفضل انا اليوم نستخدم بندوره المقشره اللي بتيجي بالعلب. بتقدروا تستخدموا البندوره الطازه في البيت، مجرد ما سخنت او حطوها بمي سخنه وبعدين بتلج وقشرتوها تقطعوها وتشتغلوا فيها، كمان بتضبط معكم، مش شرط تستخدموا البندوره المقشره. هذا اللي بدي اسالك اياه شيف خميس، لانه يعني بتعرف في كثير ناس بحب يفضلوا الاشياء الفريش دائما. صح صح 100%. يعني حتى انا بتعرف انه لما اروح على المطاعم دائما بسالهم اذا هم بيحضروا البندوره عندهم او البندوره عندهم بتكون جاهزه، وما بروح غير المطاعم اللي بتكون هي بتحضر البندوره، يعني ما بتجيب معلبات، بتحضر فريش توميتو. هلا بحكي لك شو مشكلتنا احنا بالمطاعم مع الفريش توميتو. عندي التوم بلش ياخذ لون، ما بدي ياخذ لون كثير. تمام. يعني بمجرد ما انه انطبخ وتغير لونه بالضبط. حطيت عليه البندوره. تمام. بدي هلا احط عليه الزعتر الناشف والزعتر الطازه. الزعتر الناشف طعمه مختلف تماما عن الزعتر الطازه، يعني ما تقولوا ما هو هذا زعتر وهذا زعتر، لا في شيء بيعطي طعم مثل الفريش وفي شيء بيكملوا بعض انا بحس. فانا هيك بس راح اعمل بايدي، وزي ما شفتوا البندوره عندي مش مقطعه كثير ناعمه، يعني فيها هيك في حبات حبات فيها. لانه صح. حلوه كثير تكون في حبه البيتزا مبينه انه فيها البندوره هيك بعدها في بيجي بندوره جاهزه مكعبات. صح انا هيها اوريدي صراحه. هلا راح احط الزعتر الناشف. اوكي ملح وفلفل وفلفل. اوكي هذا الملح. انا شفت حرف الاس بس قلت انا بدي اكبها بدنا نمشيها. اوكي اوكي بدي اعمل هيك كثير هين، ما بدي شيء كثير ادخل وصفات واشياء في الصوص تاع البيتزا، راح اتركهم على النار وناخذ الوصفه الثانيه واللي هي دانا. اوف يلا ما عليها. اسرعك يا شيف خميس. شفت كيف؟ شفتوا اليوم هيك بدكم تتابعوا معنا على الفيسبوك يعني طبعا، وعلى اللايف تبعنا بدكم تتابعوا، لانه هيك الوصفة اللي بيسهم راح يروح عليه كثير اشياء. بالضبط. يلا رح نروح للوصفه الثانيه. صوص
صوص الباربيكيو عندنا معلقتين زيت الكرم، معلقة كبيرة بصل مفروم، كوب باربيكيو صوص، وعندنا نص كوب عصير أناناس، معلقة كبيرة طازجة من الكزبرة، وعندنا ملح وفلفل أسود. مقرأ المقادير على السريع من الطنجرة ودائما شوفي كيف السريع، شوفي كيف السريع. ثلاث خطوات نعمل صوص جديد للبيتزا. هو الباربيكيو راح احط زيت هون تمام، طنجرتي حامية، راح انزل البصل تمام. اوكي هاي مع بصل، اول صوص عملناه مع الثوم وبس، وهلا هاي عم نعمل مع بصل. كنت خايف اطول هاي وانت تاخذي في المقادير عشان ما تقولي انه ايش بتعمد اني اطلع صوت. ماشي اوكي سامحناك. ماشي طيب، شو بدي انزل تحت الجرار انت عشان اكل سكين؟ والله ما مش عارف المشكله. طيب عندي الزيت هون بلش يحمى تمام. هانية هذه معلقتك على فكره، احنا بنستخدمها. كيوت بعدين زي هانية كثير. طلع مناكير ودودو. طب اذا انا بحطش مناكير كيف اعلم الاديت تبعتي؟ والله لازم تعلمها بالمناكير، اكيد المدام عندها مناكير فيعني طبعا هي عندك حل. اوكي طيب هلا احنا زي ما حكينا بدنا نعمل صوص الباربيكيو صح. هي عندي هون باربيكيو صوص، عصير الاناناس والكزبره. اوكي هاي اللي هي اذا بدنا نعمل التروبيكال بيقولوا لها البيتزا، ممكن تحط عليها اناناس كمان. راح يجي فيها اناناس. بالضبط راح يجي فيها 100%. اوكي هلا راح ابلش حرك بصلات هيك شوي. ما بعرف ليه هاي البيتزا الوحيده اللي انا ما حبيتها. شوف خميس انت ايش حلوة؟ اكثر بيتزا بتحبها؟ عشانها حلوه. انا مش كثير من عشاق الباربيكيو، انا بحب اللي فيها اللحوم البارده صراحه. اللحوم البارده بالضبط، سلامي ببروني بيف بيكن هاي الاشياء تماما. اي شيء فيه لحمه بالبيتزا ما بحس، بحس البيتزا لازم تكون بس بيتزا يعني ما فيها لحوم ولا جاز، مع انه الالفريدو زاكي. لا الفريدو كتير زاكي. اشوفي ماشروم دجاج وكريمه كتير ماشيين ببعض. اليوم رح نعمل اشي بالكريمه وبالماشروم بس مش الفريدو. اوكي حلو رح نشوف. يلا. الفريدو هو الكريمه عشان ما حداش يقول لك، بس القصد تبع فانيتا واللي احنا بنحكي فيه مش نفس الالفريدو بالضبط، مش الالفريدو. هلا البصل عندي هون جهز، رح احط عليه عصير الاناناس. اوكي واتركهم على النار يغلوا. طبعا شوف بس بدنا نذكر انه الكل انه يتابعونا طبعا على صفحتنا على الفيسبوك، وكمان بدي احكي لهم انه بدي اسالهم سؤال. اول شيء بحكي لكم شغلتين، سؤال انه شو اكثر بيتزا انتم بتحبوها، بحب اعرف، بحب اقرا بالتعليقات، وثاني شغله بدي احكي لكم اياها انه صراحه انه في كثير ناس عم تزعل انه ما عم نقرا الكومنتات. هلا الكومنتات كيف بتكون مرتبه عندكم؟ مش زي ما هي مرتبه عندي، فانا ممكن انه اشوف حدا بعت إشي ويكون بعد سؤال قبل ومو مبين عند السؤال اللي قبل، فبدكم تتحملوني شوي وبدكم تعذروني كمان، وانا بحبكم كلكم من كل قلبي. وانت كمان قلهم انا شو بدي اقول. طبعا انا بحبهم كل قلبي، احنا اصلا ليش طالعين على الهواء. اوكي طيب هلا شو بدي احكي هلا عن جد في شغله كمان سؤال بجيني دائما، تحب البيتزا التين الرفيعه ولا الخميره؟ انا ما بحب البيتزا الخميره. اول شيء كثير عجين بتكون صح. فيها وبتضيع طعمه البيتزا. اذا تنتبهوا احنا عاملينها ثن رفيعه، المكونات تبعت العجين رح ناخذها بعد شوي كمان رح تكون بهذا الشكل، مش حتكون معكم كثير نافخه الامريكان ستايل يعني، خليني احكي لا هي ايطاليان ستايل. حتى الطليان عندهم البيتزا خميله بس بطريقه اخرى عشان ما اشعب الامور. طيب حلو، هذا شيف سؤال كثير مهم انك تحكي لنا اياه. اوكي انه الفرق بين الامريكان والايطاليان يعني نحكي. في كثير ناس في أوكي. عندهم هذا بالزبط. المفهوم الامريكان اكثر بروحه بتلاقيها خميله اكثر، بيستخدموا كثير من اللحوم فيها، انواع الجبنه اللي بتدخل فيها اكثر من الطليان. الطليان على فكره مش بس بسووها ببندوره، الطليان صح. ممكن تلاقيها من دون صوص اصلا بيستو. وممكن تلاقيها صوص ومن دون جبنة، وممكن يكون الصوص أبيض، ممكن يكون زيت زيتون مع أنشوفي وبعدين تحطي عليها إشي بيطلع كثير طيب. هلأ أنا حط بس أرجع للصوص عشان نأخذ الوصفة الثانية نجهزها كمان. دانا إذا بدك وصفة الماشروم، أنا حطيت البصل طبقته مع الزيت، بعدين حطيت ملح وفلفل أسود وعصير الأناناس، وبعدين حطيت كزبرة. هلأ رح أنزل الباربيكيو صوص عندي هون.
تمام؟ اوكي بدي احركهم هيك تمام. مع بعض واتركهم على النار ونروح للوصفة الثالثة بالصوصات وهي الماشروم مع الكريمة. طيب نطلع على المقادير. يس بليز. صوص الفطر والكريمة عنا ربع كوب زيت الكرم، معلقتين كبار بصل مفروم، كوب فطر مفروم، وعنا نص كوب فريش كريم، ومعلقة كبيرة ريحان مفروم، ملح وفلفل أسود. تمام شيف، هلا احنا بدنا نبلش بالوصفة الأولى ولا رح نطلع فاصل مباشرة؟ اوكي رح نطلع بالوصفة. طيب هلا هجيب هذه هون واشتغل الغاد عشان تشوف. تمام انا عندي هون قليتي المشروم والفريش كريم بالضبط. هلا بدي احط شوية زيت. تمام تمام. هاي معها ثوم ولا بصل؟ لا هاي فيها ولا إشي. لا فيها إشي. وين البصل؟ احسنتي فانيلتا لانه حسيت. احسنتي يا الله ذكرتيني. ما هو انا بحس دائما ما بزبط بلا توم بلا بصل يعني. لا ما بس بزبط. راح احط بس بصل. بتعرفي انه انا بحبها مع توم اكثر، الفريش مشروم وال الفريش مشروم الفريش كريم والمشروم بحبه مع مع التوم اكثر. بالضبط براحوا الكلمات مني نهائي. ما هي دانا بتحكي بدينينا بدنا نجيبها معنا هون. دانا هينا حطيت المشروم فوق الزيت والبصل. اوكي ونحركهم تمام ونكبهم هيك بالضبط زي ما انا عملت. بعدين حط عليهم ريحان بصل مشروم مع الزيت ريحان. اوكي ملح فلفل اسود ونحط كريمة. وبعدين ايش كريمة هلا ولا بس شوي بس تتقلب؟ شوي صغيره. طب شو رايك نحط الكريمة بعد ما نرجع نفاصل او منكون صرنا حطيناها بالفاصل؟ بنحطها بالفاصل خلص معنا. رح نطلع احنا. نطلع لفاصل صغير وبعدها بنرجع معكم. رجعنا معاكم بطبعا حلقتنا بصحتين وهنا، ورحنا لاول فاصل معانا، وبالفاصل شيف خميس حط الكريمه بس على الفطر. صح. هذا هو الشيء الوحيد اللي عملناه. وبدي اعيده بسرعه عشان بس يكون الناس كلهم معنا. حطيت الزيت البصل حمرتهم شوي اخذوا لون، بعدين نزلت الفطر طبختهم بناء على رغبه فانيتا وهي الصح كانت، بعدين ضفت الكريمه والريحان ملح وفلفل اسود، هيك صار عندنا الصوص جاهز. هلا اي صوص احنا بنعمله للبيتزا مش لازم يكون كثير مرق، لازم يكون فيه الكثافه مش كثافته يعني ما يكونش كثير مرق، لازم يكون شاد عشان يروحش معكم بالعجين. هيو انه هيك عدم بالطبخ على نار واطيه. صوص الباربيكيو صار عندنا جاهز اللي احنا عملناه بثلاث خطوات، صار عندي هون جاهز. وهلا بدنا نروح لمقادير عجينه البيتزا. يلا خلينا نروح للمقادير. ولعجينة البيتزا اليوم بدنا كيلو طحين وواحد ونص معلقة كبيرة ملح، وعنا معلقة كبيرة سكر، ومعلقة صغيرة خميرة مدوبي، وربع كوب زيت زيتون، وماء حسب الحاجة.
صراحه شوفوا انا عم بقرا المقادير، يعني هاي العجينه اللي احنا عم نحكي عنها هي عجينه العشر دقائق لا ولا لا؟ لا لا هاي مش بس كثير بشبه مكوناتها. لا ابدا، عشان العشر دقائق بيكون فيها كثير شو اسمهم سكر وخميره اكثر من هيك. اوكي تمام، وبيكون الزيت نسبته اعلى. فلا مش ابدا مش عجينه العشر دقائق. هاي يعني هاي اي مطعم ايطالي انت بتفوتوا تاكلوه بالعجينه، يعني عجينه البيتزا ما فيها لا بيض ولا اي نوع حليب ولا لبن. لا اوكي، لا انا لي 18 سنه بشتغل بهذا المجال ولا مره حطيت باي ريسبي باي مكان، بس انا مش ضد، يعني بتقدروا بكل تاكيد تعملوا الطريقه اللي انتم عم تحكوا عنها، ولكن مش شيء اساسي ورئيسي انه بالمطبخ الايطالي في عندنا حليب ومش عارف ايش ولبن وشيء. طب سؤال، يعني في مطاعم بيستخدموا هاي الشغلات؟ انا ولا مره شفت ولا انا مره صدفت معي اني انا حطيت أنا باي مكان. بسأل للناس الفيجن او الفيجيتيريان، عشان مثلا لما بروح على المطاعم، يعني للاسف احنا كثير مرات بتروح على المطعم بتقول للمطعم بتقول لهم انه بس انه هذه الصلصه، مثلا خلينا نحكي على الصلصه الحمراء، هاي الصلصه الحمراء انتم بتعملوها ولا معلبات؟ بيقولوا لك لا احنا بنعملها. بترجع بتقول لهم، فمرات في ناس عندهم مشاكل صحيه فبقول لهم لا احنا عم نسال لانه عندنا مشكله صحيه، بعديها بعطيك الجواب الصادق، عرفت؟ فانا عشان هيك بسال كمان على العجين. اوكي ممتاز، بس انا بحسها هاي اكثر عجينه معجنات مش عجينه بيتزا. مش اذا بدنا بالضبط، فاذا البيتزا ما فيها اي شيء غير المكونات اللي احنا حكيناهم. بالضبط. هلا شو بدي اعمل؟ بدي اضيف اول شيء الملح والطحين عندي هون. اوكي اوكي مع بعض. بعدين انا بدي اعمل لكم شيء صح، يعني انسوكم انا شو بدي اسوي. اوكي بعدين لازم يكون حاطين الخميره والسكر مع المي، حتى انها راح استخدم نفس البوله. تمام اوكي، تمسكها شوي هاي عشان ما أوكي. توقع معك. راح احط المعلقه الصغيره زي ما احنا حاطين بالعيارات، وهي السكر. اوكي تمام اضبهم هون هيك. بعدين راح اجيب المي، لازم انا بالنسبه لي بتركهم دائما 10 دقائق ربع ساعه مع بعض. اوكي بتكون المي عندي دافيه، بتحط شوي من كميه المي اللي بدك. بالضبط. اوكي وبعدين ببلش بترك، خلي العجينه يعني خلي العجينه تتخمر. صح. مش معقول نمسك العجينه الخميره نحطها على العجينه من دون ما يصير من دون ما تبلش تتفاعل يعني. طيب هلا بدي ابلش هون ايش اعمل؟ اشغل العجين. اوكي لنفترض انه هاي، خلوكم هيك انا حبيت اطبقها قدامكم، بس انتم الصح انكم تتركوها مع بعض هيك لمده 10 دقائق ربع ساعه وبعدين تبلشوا تشتغلوا فيها. تمام. فاحنا هلا خلص يعني انه ربع ساعه شغالين فيها، فراح امسك هاي الخميره مع السكر وال بعد المي. من تركت 10 دقائق بعد يا جماعة. يعني احنا هاي اعتبرنا عاملينها، بس انا حبيت اطبق قدامكم الاشي. بالضبط. قدرتهم على العجين، هلا انا بدي ابلش احط مي. طبعا المي يعني اذا بنحكي 4 اكواب عجين طحين يعني بدك تحطي لك تقريبا كوب ونص مي او اقل، بس انا دائما بفضل المي تكون على الشوف وعلى الملمس، خاصه بالعجين. تمام. خاصه بالعجين. اوكي. فانا هلا هيك بدي اضربهم وراح اطلعها انا ناعمه على ايدي العجين عشان تكون احسن صراحه. تمام. بس احنا طبعا شوف خميس محضرين لهم عجين عشان صح الوقت. صح. انا عندي عجينه اوريدي جاهزه وعشان في شيء عم بنحرق انا مش مشكله عادي، خلي مش شمين الريحه، احنا اللي شمين ما في شيء، فلو ما حقناش احسن بكون. طيب انا هلا بدي اطول العجينه وانعمها على ايدي، بس حبيت الخلطه الاولى تكون في الماكينه. اوكي طب وقد ايه نترك العجينه تتخمر شوي؟ خليني بس خليها تضربها كمان شوي. اوكي العجينه احنا عاده بنتركها نص ساعه باي مطعم اي مكان، بنتركها نص ساعه وبعدين نبلش نشتغل فيها. طب شوف بحسها ما بتتخمر لما يكون الدنيا برد او المكان حاطينه بارد. بنت برافو عليك، يعني انا حضرتك هذيك مره انت وهاني وحكيت معكم عشان هذا الموضوع، الريسبي العجين والعيار تبع العجين دائما ما بين الصيف والشتاء بيختلف. صح. دائما بالشتاء بنزيد نسبه الخميره وبالصيف بنقلل، لانه درجه الحراره اعلى بتخلي الخميره تكون تفعل اكثر. فسؤالك بمكانه عن جد، وانا كنت بدي اتطرق لهذا. بالضبط. فانا بشكرك على هذه المعلومه اللي اعطيتني اياها. تمام. شو ماله قطفي، ولازم نغطيها شف. لما بشوف في ناس بغطوها ببشكير، البشكير لازم يكون شوي يعني مبلول ولا؟ لا مش شرط، مش شرط. لا مش شرط، احنا بس بنغطيها عشان ما تنسفش فيه. اوكي احنا بولع المطبخ هنا يا جماعه. طيب بدي انزل العجينه. شف عجينها شوي، اذا خليني اروح شوي لمتابعينا على الفيسبوك عشان ما حد يزعل مني، شو رايك؟ يلا. عندنا سهى الشخشير، تحياتنا لك، بتمسي علينا،
بتقول مساء الروعة والتميز والتألق والإبداع مع أحلى فانيلا الأمور المتألقة حبيبتي يا سهى، ومع شيف المبدع الرائع خميس، وصفات لذيذة وبتشهي، الله يسعدكم. طبعا عندنا كمان أم محمود حسونة بتمسي علينا، وخولة عمارين كمان صديقة البرنامج عم بتسلم عليك شيف خميس، أهلا بتسلم وسهلا. علينا تحياتنا لإلك. أم عادل النمري تحياتنا لإلك، أنت كمان منورين بوجودك يا أحلى أمر، شكرا كتير لإلك. وكمان هي بتقول بتحب البيتزا بالجاج والباربيكيو، يسلموا ايديك شيف. ممتاز، يعني متفقين مع كل الناس. متفقين، لا لسه في عنا، انا كنت عم بقرا شويه تعليقات وشحوني، يعني كنت عم بحاول امرق هيك عليهم بسرعه. طبعا بدي اسلم مع كمان ست هاني ابراهيم البنا، تحياتنا لإلك. وايمان العزازمه يعطيكم العافيه، الله يعافيك يا رب. ونداء كمان بتمسي علينا بتقولكم الشغل زي الفل، تسلم يا رب. نهايه شواهين واحمد مصطفى وليلى كمان رزق، تحياتنا لك، شكرا يا ليلى. شو انا اول مره برفع شعري على الهواء، شكرا كثير لك. ووليد كمان بيسلم علينا كثير. وام ريما بتقول انه هي تدربت تحت ايدك شيف. ام ريما تدربت تحت ايدي بالضبط. اهلا وسهلا فيك، بس ممكن اعرف اسمها، ممكن اعرفها بس ممكن. طيب اوكي، انا عندي عجينه صارت جاهزه من شفتوا نشح الطور قبل ما احكي لهم. راح اغطيها وبتركها حتى ترتاح، بعدين بقطعها. خلص احنا تمام. ما رح نشتغل فيها بعد هلا، احنا عندنا العجينه جاهزه هون، فبدنا مخمره جاهزه جايبها معي اللي حضرت فيها هدول الوصفات. طبعا شويه جبنه نشفت هون بس معلش لانه كان تحت الهواء. بتاكل صوصاتنا صارت عندنا جاهزه، المشروم جاهز، الباربيكيو جاهز، بندوره بس بدي حبه البندوره شوي الملمس تبعها بتم ما يكونش كثير مزعج يعني، صح؟ فبدي اياها شوي صغيره لا تنهلت شوي حبة البندورة وتنطبخ ببلش أشتغل فيه. خلص معناته إحنا رح نطلع لفاصل صغير، من بعدها رح نطبق. رجعنا معاكم بالحلقة، وهلأ صار وقت طبعاً العجينة وفردها وكمان نحط المكونات عليها. اليوم رح نورجيكم وصفات ولا أروع مع الشيف خميس بالنسبة لصلصات البيتزا. صح، إحنا هلأ هيك صلصاتنا صار جاهزين، عجينة عجلناها. أوكي. ورح نأخذ أول وصفة بالعجينة بالبيتزا. يلا نأخذ هدانا، يلا نروح للبيتزا المكسيكية. للبيتزا المكسيكية عنا اليوم كوب من صلصة تشيلي كون كارني، وعنا نص كوب جبنة شيدر أحمر، ونص كوب تشيبس، وبصل أخضر، وزيتون. هلا بدنا نجيب العجين. اول شيء بحط طحين. تمام، ما راح استخدم شوبك. اوكي، راح افتح بالضبط. اوكي، انا بحب افرد بايدك. اوكي بالضبط، كثير احسن. تمام، راح احط العجينه هون. أوكي. احط هذا هون. تمام. بعدين بدنا نعمله كالتالي، عشان نفرد العجين بشكل صح لازم نعمل هيك من النص على ايدنا. اوكي تمام، حتى قوام العجينة انت شايفها كيف، مش يعني مش تبعت العشر دقائق، اذا بتعملي هيك بتفغص بتروح بايدك. 100% معك شيف، معك شيف، معك حاشف. بعدين نمسكها بايدنا هيك. اوكي، بنلحق المكان اللي فيه خمر. تمام تمام، هيك بحب لما يعملوا بالمطاعم هاي اللفة، عشان لابسين اسود مش ضروري نلف اليوم هوايتي كانت بدنا نعمل هيك. طبعا مش وين مكان بنشدها وبنعمل فيها هيك، لازم صح. احس الملمس انه في خماله معينه بمكان، يعني زي هون مثلا انا راح اعمل هيك. أوكي. شايفين كيف العجين لحالها فردت؟ صح، بس زي ما انت قلتي بناء السؤال اللي حكيتيه، موضوع انه لما بتكون الدنيا شتاء اكيد العيار تبع عيار الخمير لازم تزيد، العيار تاع الخميره بعمل ايدي هيك، اذا بدك تاخذني على الكاميرا انمار لازم ايدي تكون جوا حبه البيتزا، واحده بتروح على الشمال وواحده تروح على اليمين، عشان ايش؟ تكون مفروده بشكل صح.
حتى أوكي. الاطراف تبعتها بتكون في لها حواف واطراف. هلا هاي شايفين زي ما انتم حبت البيتزا قديش اخذت وقت تفرد؟ ولا شيء. ولا شيء بالضبط. اوكي اللي راح اسويه هلا بدي ادهن هون بدي ادهن صاج بدي ادهن زيت. تدهني زيت؟ يلا ندهن الزيت هذا احنا وخلينا ننظف مكاني. واحنا عشان يعني نهون الموضوع ونعمل اكثر انواع وهيك عندي انا العجينه المفروض احطها بصواني بس انا حبيت انت مجهزها بس بدك تورجي اول وحده بالضبط كيف انا فردتها وكيف حطيتها بالصواني. تمام هي زيت صار لا لحظه الحفاف الاطراف ضروري كمان صح شيف؟ لا مش كثير خلص بس هيك هلا شو بدي اعمل؟ الحفه راح احط تمام. العجين على ايدي تمام اوكي يلا راح احط العجين على ايدي هيك بهذا الشكل بعدين احط العجين جوا الصينيه اوكي. طيب احنا اليوم البيتزا المكسيكيه انا حبيت اعمل امتداد انه اعمل مكسيكي لانه احنا الحلقه اللي فاتت كانت مكسيكي صح. وعملنا صلصه التشيلي كون كارن يعني مش ما في حاجه انه نرجع نعيدها بس هلا بحكيها واحنا بنحكي أوكي. تمام اللي راح اسويه كالتالي انه اول شيء بس بدي اعطيها شويه ميه من او سائل تبع صوص البيتزا اللي موجود تمام بعدين احط اللحمه عليها بس اوكي هيك تشيلي كون كارن نذكرهم فيها بالزبط. شيف يلا نحكي هي لحمه مفرومه فيها فاصوليا حمراء كزبره وبندوره بالضبط اوكي هلا اللحمه اللي هون راح تنزل السوائل الموجوده تمام فراح تنخي سوائل فعشان هيك انا مش مكتر فيها صوص كثير ومعتمد لانه بديها تكون كرانشي لانه راح نزينها بالشيبس والزيتون والبصل الاخضر اوكي اوكي راح افرد اللحمه بهي الطريقه تمام تمام بعدين نحط الجبنه وندخلها على الفرن انا مش عارفه قد ايه بدي اعطيها هاي من 10 بصراحه ليش ما بعرف خلص مش ظابطه معي مش حباها لا بالاخر بعدين بدي احط الجبنه هيك عليها على الوجه جبنه تشيدر طبعا هلا هي يمكن تطلع زاكيه لانك كانك عم تعمل حبه تاكو كبيره بالضبط بس عجينه وبيتزا هلا انا مستخدمين اليوم احنا اكثر من نوع جبنه انا حبيت شوي اشكل انواع البيتزا اللي حنعملها اوكي اوكي هلا شو راح اعمل راح ارجع افرد هيك بايدي واحطها بالفرن شف عندنا خولة بتعلق بتحكي انه هي بتحب البيتزا رفيعة ما بتحبها سميكة مثل ما انت ذكرت سابقا ووليد بحكي بيعمل صلصة مدخنة من الفلفل الاحمر المدخن المعجون والبصل المكرمل والثوم والبابريكا المدخنة وصلصة الورشاير هاي ورشستر طيب انا بدي احط صواني العجين انا مجهزها اوريدي مسبقا بدي انظف مكاني ودانا ناخذ الوصفة اللي وراها ناخذ الوصفة اللي وراها يلا وصفة الباربيكيو مع الدجاج عنا 200 جرام عجين البيتزا وكوب دجاج مطبوخ مقطع وعنا ربع كوب أناناس مقطع ونص كوب جبنة مدخنة يلا شيف صواني عندي جاهزين احنا عندنا بالضبط عندنا وصفه مع الدجاج بالضبط صوانينا جاهزين تمام زي ما احنا حكيت باربيكيو صوص عندي هون جاهز كمان تمام انا ناسي هيو اوكي راح اقطع الاناناس بهذا الشكل انا ناسك لحالك هذا يعني مش انا ناسي لحالي انا ناسنا كلنا طيب راح اقطع الاناناس بهذا الشكل تمام وبعدين راح اخذ بلالم ايش اخذ وين رحت فيها كنت عم تدهن كنت فيها كنت عم بدهن فيها راح اخذ هاي مش مشكله اوكي راح احط هذا الصوص هيك تمام هذا الصوص اللي عملناه طبعا للي ما حضر من بدايه الحلقه ارجعوا عيدوا اللايف بعد ما يخلص عشان نشوف كل الصوص اللي احنا عملناه ببدايه الحلقه بعدين بلشنا نطبق اكيد اوكي الصوص هذا طبعا هو بصل زيت عصير اناناس بعدين حطيت الباربيكيو صوص عليه تمام اوكي هلا حطيته انا بقى على الصينيه على العجينه ليه اخترت الجبنه اللي مدخنه شف بهاي الوصفه عشان الباربيكيو وماشي كتير مع النوع أوكي. يعني لو بدي احط شدر بزبط كمان مش بالضبط. شرط انه كتير نلتزم بس نحاول نلبق الاشياء اللي بتلبق مع بعض بس هي هاي الفكره تمام. بعدين راح احط الاناناس بهذا الشكل
اوكي. هلا انا ممكن ما بحب الاشياء اللي فيها حلاوه يعني انا كشخص، بس كفكره كثير حلوه صراحه. كان في عندنا سؤال وراح اختفى مش قادره الاقيه، عن اللحمه لما بدهم يعملوها بالبيتزا. عن اللحمه بالبيتزا هيها مروان بسال، لو بدي احط شرايح لحم ستيك لازم يكون مسلوق ولا ايش يعني؟ شرايح لحم ستيك على البيتزا بتزبط، لازم تكون مطبوخه اكيد، والسايز يعني خماله اللحمه كثير مهمه مروان، يعني لازم تكون مقطعه كثير رفيعه. اذا مطبوخه مثلا قطعه كامله حبه الفيليه لازم تكون مقطعه كثير رفيعه عشان لما بدي افردها تطلع معي صح وتستوي بالفرن اذا مش مستويه. اوكي اوكي. هيك انا حطيت هلا الدجاج مع الاناناس، هلا بدي ابلش احط الجبنه المدخنه سموك تشيز بهذا الشكل، هلا راح يذوبوا على بعض. شف قديه في اجبان ما بتذوب بسرعه، في اجبان بتذوب بسرعه، شو الاجبان ما بتذوب بالفرن بشكل سريع؟ الاجبان اللي ما بتذوب بالفرن البريت تشيز، اللي هي البريت تشيز اللي هي زي البريت تشيز، يعني زي التليجيو بريت تشيز، كل الاجبان اللي بتكون شكلها بيكون شكلها شكل كريمي. أوكي. بس هي هارد، يعني مش هارد انها كثير، مش قاسيه يعني. بس هي سوفت بس ملتد. أوكي. يعني ما بتسيح بسهوله. اذا بدنا نعمل فيها صوص على النار بدك تضلك تحركي فيها عشان ما تروح بقع الطنجره وتحرق ويصير معك طعم شعطه. أوكي. ففي اشياء بتضل زي ما هي، الموزريلا فريش كمان بتصير ملتد ما بتسيح. أوكي. اللي هي نوع اخر بدناش احنا نشعر الامور كثير. هاي كمان بتكون بتسيح بس ما بتصير ابدا شو اسمه سايحه على الاخر. أوكي. هلا بدي احط البيتزا بالفرن. تمام، رح نطلع على وصفه ثانيه هلا شيف. كمان أوكي. وصفه ثانيه لا رح نطلع على فاصل مش على وصفه ثانيه. طيب رح نطلع على فاصل اذا رجعنا معكم ورجعنا بالحلقة اليوم تبعت صحتين وهنا المميزة مع شيف خميس اللي كلها وصفات بيتزا ولا أطيب. طبعا متابعين كمان قاعدين عم بيبعتوا شو الشغلات اللي بحبوها، وعن جد عم بتشهوني انتوا على البيتزا اللي عم تحكوا عنها يا جماعة. وليد عباس حرام عليك شو هالصلصة اللي بتعملها وليد، نستضيفه. لازم نجيبك تعمل شي يوم بالضبط حلقة هون. طيب شيف خميس احنا هلا خلصنا الوصفه اللي وراها بالضبط، هلا صاروا بالفرن بدنا نحمرهم بالضبط ونحطهم، بضل عندنا وصفتين صح بالزبط. اوكي نروح للوصفه اللي بعدها. بيتزا الفطر مع السبانخ، 200 جرام عجينة بيتزا، 4 معالق كبار صوص المشروم، وعندنا ربع كوب جوز عين الجمل وربع كوب جبنة بارميزان. طبعا احنا اليوم بالوصفات اللي قاعد عم بعملها الشيف عشان يورجيكم انه مش كل شيء بالصوص الاحمر صح. فهلا بدنا نعمل بالصوص الابيض 100%. هلا انا عندي المشروم صوص اللي طبخناه اول شيء. اوكي راح ابلش ايش اوزعه بهذا الشكل. هاي الوصفه الجبنه تاعتها برمزان، يعني ما بدي كمان اياها تسيح بالفرن، انا بس بدي احط الجبنه، بدي احط العجينه هيك مع المشروم صوص بالفرن. أوكي. تمام ونبلش نجهز. انا طبخت سبانخ مع الزيت على جنب ما بده شيء يعني. طبعا بنقدر انه نستغني عن السبانخ صح؟ طبعا هي بس كفكره مش اكثر. اوكي فانا هلا بس بدي اوزع بهذا الشكل هيك المشروم. احنا عاملين كميات بالصوص عشان بس نقدر نطبق واستاذ المشاهدين يقدروا يستفيدوا من الموضوع. راح احطها بالفرن وناخذ الوصفه الثانيه. اوكي راح نحط هاي بالفرن. يس. لانه بعدين راح نحط عليها الاشياء. وبدي اطلع هاي كمان من الفرن. يلا روح للوصفه اللي بعدها. رح نروح لبيتزا اللحوم البارد، عندنا 200 جرام عجينة بيتزا، 3 معالق كبار صوص البندورة، وعندنا 50 جرام سلامي، 50 جرام تركي، 50 جرام روست بيف، نص كوب جبنة موزاريلا، وكوب جرجير، ربع كوب بندورة كرزية، ومعلقة كبيرة زيتون أسود.
مش قادره يا جماعه اطلعها من الفرن حتى قدامي مبشره. انت حكيتي لي انها مش يعني حاسه حالك انه ايش؟ حسيت حالي مش كثير انه متحمسه، وهلا بس انه بعدين لما فكرت فيها انها زي حبه تاكو هيك كبيره، بتخيل انه اذا بنحط فيها بالنص شويه، مش هيك المفروض عليها تشيبس ولا هلا لسه ما فنش لسه، من لما ينحط عليها التشيبس ونحط عليها كمان جواكامولي مثلا وساور كريم شو راح تختلف؟ صح راح تختلف اصلا. هي انمار بقول لي اوف يعني. طيب انا حطيت هلا البندوره هون هيك. بدي ابلش احط جبنه الموزاريلا، بس قبل جبنه الموزاريلا بحب كثير اني احط التركي الروست بيف. تمام. طب شايف في مرات كثير بشوف انه بحطوا البيتزا اول إشي بالفرن بعدين بطلعوها بعدين بحطوا الجبنه، صح؟ عشان اذا بدهم يحطوها على الوجه بس مش اكثر، بس احنا عاديا انا ما ممكن هيك ممكن هيك. ممكن هيك ممكن اوكي هيك. طيب انا هلا شو بدي اعمل؟ بدي اضيف الموزاريلا. شايف بتشغل الفرن من فوق وتحت ولا بس من تحت؟ انا مشغله فوق تحت لان انا بحب البيتزا تكون الفرن تبعها كثير حامي، يعني هذه يعني طبخه مش طبخه بالاخر، هذه بيتزا لازم تكون كريسبي زي ما انت شايفين. حبي هاي اللي طلعت. اوكي انا اللي شايفه. انت اللي شايفه وانت اللي حتدوقي. والمشاهدين يا حرام دائما بعثوا لنا راح احطها بالفرن. يا الله ما تحزني، ما راح اكل اليوم عشانكم. اوكي طيب شيف اخلاص المناصير عم بتمسي علينا كمان، بتقول بتحب البيتزا والخضار بتحبها رفيعه اسكى، اظن حكيت عاملين احنا بيتزا خضار وبدي اقبلها وهلا بحكي لهم عنها. بالضبط. تحياتنا لك يا اخلاص. ام محمد كمان تقول روعاتكم. نداء علي كمان بتمسي علينا وبتحكي الشغل كثير زاكي. انا في كثير مسجات، طبعا في كثير مش مسجات، تعليقات، فخليني اشوف اوصل لتعليقات الثانيه. فانيتا بس انا بدي اقطع هاي ولا مقاطعة لحديثك وبعدين ابلش ايش ازينها. اوكي يلا معك قولي. محمد الشريدي بقول ما احلى واجمل دانا. بقول بنتا كمان مبدعة. وصحتين وعافية، تحياتنا لك، ما احلى اطيب وصفاتك كمان شيف خميس. شكرا ومنورة بنتا. شكرا كثير يا محمد الشريدي، تحياتنا لك. يلا طيب اشوف هلا شو بدي اعمل. اجيب الشيبس بدي اكسره بهذا الشكل. تمام. يا عيني انمار مستمتع. هو بده اياهم اصلا الشيبسات من اول. اوكي كنت متابعه وكل ما اشوفه دخل الاستوديو اضبهم. بس والله والله هيك حاسه حالي باكل تاكوز وعم باكل بنفس الوقت شو اسمه ايش الاشي الثاني. الله أقوى لازم جمولي. لازم اخذ ابره بي 12 يا جماعه. لازم طيب. لا الشيبس اللي بيكون معاه فوق الجبنه ناتشوز ناتشوز. اوكي هيك صارت جاهزه. اوكي واضح. بدي هلا ارجع للفرن. اوكي واشوف بدك تطلع وصفه الباربيكيو الجاهزه. اوكي هاي خلص جهزت. يس يس يس. شوفي هاي كيف مش دايبه كمان الجبنه. اوكي يا عيني انا بحبها، بتعرف كمان بحبها كريسبي كثير لما تكون الاطراف تبعتها محروقه. بالضبط طبعا هذا خلص. لما بيكون في فرن نار اكيد فرن نار يعني بيفرق كثير. ريهام بتحب بيتزا مارغريتا وانا كمان يا ريهام جد. جمال عم بسال، جمال ابو زين عم بسال بنفع استخدم جبنه بارميزان على البيتزا؟ هلا راح تشوف يا جمال انه احنا قاعدين عم نستخدمها، وهلا بحكي لك الشيف كمان على انو بيتزا بتقدر تستخدمها 100%. طيب انا راح احط البيتزا هذه هون هيك، بدي اشيك على البيتزايات تاعتنا اللي بالفرن. اوكي مجد السعد يسعدك يا مجد، شكرا كثير لك، كلك ذوق. وليلى رزق سؤال للشيف، قولي بتقدر تستعمل وصفات على خبز التورتيلا لانه ما عندها وقت للعجن؟ طبعا طبعا. هلا البرامج السوشيال ميديا ما خلت شيء عن جد، يعني طلع بتلاقي الاومليت حطوها على الاومليت. طيب نرجع بس نستغل انه عندنا احنا هلا البيتزا بالفرن، بدهم هيك كم من دقيقه بس نرجع نعيد كيف عملنا الصوصات للساده المشاهدين. أوكي. اللي دخلوا علينا متاخرين. احنا عملنا اليوم ثلاث صوصات، عملنا توميتو صوص او صلصه البندوره للبيتزا، وعملنا صلصه المشروم مع الكريمه، وعملنا الباربيكيو صوص مع الاناناس. هلا رح نحكي وحده وحده. البندوره كثير بسيطه كانت، هي عباره عن توم وزيت، نزلنا البندوره اللي مقطعينها احنا ان كانت طازه او معلبه، بعدين ضفنا عليهم زعتر ناشف وزعتر فريش طازه.
الصلصة الثانية اللي هي الباربيكيو اللي صار بالتالي، يعني بالضبط حطينا بصل وزيت مع بعض طبخناهم، بعدين نزلنا عصير الأناناس، خلينا عصير الأناناس يقل شوي منسوبه جوا الطنجرة، ضفنا الكريمة والكزبرة ضفنا الباربيكيو والكزبرة طبخناهم مع بعض حتى رديس، وصار جاهز انه نحطه زي ما انتم شايفين هون. هذا الصوص اللي احنا بنحكي عنه. والصوص الثالث اللي هو صوص الماشروم، زيت وبصل والماشروم طبخناهم مع بعض، بعدين نزلنا الريحان والكريمه ملح وفلفل. ذاتس ات. اوكي يعني أوكي. وبسرعه عاملهم كمان طبعا. yes. الشيف عندنا وحده فوق عم بتبقبق الماشروم، عندي عم يبقبق تبقبق الطيور. بالضبط. زياد سمور طبعا متابعنا من امريكا، تحياتنا لك، عم ببعث لنا وردات. تحياتنا لك يا زياد. معتصم كمان بسلم عليك شيف. اهلا اهلا ابو طالب. طيب بدي هدول هون هيك يضلوا شوي. رزان بتقول لك الشيف خميس وجمعة وسبت، الله يحفظك. اسمعي كثير. وبتقول انها بتحب بيتزا الباربيكيو مع الدجاج. ممتاز. الافكار كثير، البيتزا الناس ممكن الاكل في ناس بياخذوه باتجاه معين، هو صراحة أنا ما بحب الحدود في المطبخ. يعني حلو كثير التنوع، حلو كثير الأفكار تكون، والمطبخ كبير وعالم، ممكن بالزبط. اي حدا يعلم اي حدا على فكره، مش عشان انا شيف ممكن اسمع منكم فكره اروح اطبقها تطلع معي كثير زاكي، فمش شرط تكون شيف عشان تقدر تطبق بالضبط 100%. يعني. اوكي هلا بس بدي اسحب السبانخ، بيتزا السبانخ، راح احط السبانخ على الوجه. يا سلام. سبانخ ولا شيء عملت فيه غير اني طبخته بس بشويه زيت وملح وفلفل. بعدين الفكره كمان هون انه انا مستخدم سبانخ، انه نقدر نستغني عن الفلفل الحلو والاشياء اللي بنحطها دائما بالبيتزا. اوكي طب احكي لنا شيف انت ايش حطيت بالبيتزا الفيجيتيريان اللي هون النباتيه؟ النباتيه انا حطيت عادي توميت صوص اللي احنا عملناه، كان عندي كنت اوريدي مجهز. اوكي تمام. حطيت فلفل حلو ملون، وحطيت زيتون، وحطيت بندوره كرزيه وجبنه الموزاريلا. اوكي طبعا احنا عم نحكي عن هاي يا جماعه، هيها هاي البيتزا، هاي الفيجيتيريان. اوكي مين جاي تمام عندي؟ هاي الفيجيتيريان وتحتيها عاملين السلامي صح؟ صح سلامي مع واللي جنبها مارغريتا جبنه وصوص بس. طيب انا هلا بس بدي اضيف بعد اذنكم البارميزان تشيز. هاي البارميزان تشيز عم بضيفه الشيف، لانه مين سالنا مروان في حدا قال انه بنقدر نستخدم البارميزان، قلت له بنقدر طبعا صح. اوكي بعدين حط هذه هون، راح اوزع الجوز هيك. اوكي نجيب خلي هذه هلا خلينا ناخذها ونخلي اللحوم البارده مع شو اسمه. تمام طيب شيف طبعا شكرا كثير لك اليوم على هاي الوصفات الاكثر من رائعه واللي حضرت لنا اياها كمان. البارميزان انت ما بتحطها بالفرن بعديها صح؟ لا انا بحب تضلها زي ما هي بالضبط، زي ما هي. حتى أوكي. طعمتها تكون كثير يعني واضحه، هي بتسيح اذا خلتيها على الفرن. صح. البارميزان النوعيه تبعت السموك تشيز اللي ما بتسيح كمان كثير، واذا ساحت بتحسوا انه نسبه الزيت اللي فيها والدهن اللي فيها بفصل، يعني بتحسيها صح. اوكي طبعا شكرا كثير لك شيف اليوم، وهي كمان هذه خالصه راح نحطها هون اللي هي بتاعت اللحوم المقدده. شكرا شكرا شيف، وشكرا على الوصفات الاكثر من طيبه. يسلموا ايديك، عاشت ايدك. شكرا لكم، عنجد شكرا، وصحتين وهنا، وان شاء الله المره الجايه كمان نلقاهم مع شيف خميس يوم الاحد الجاي بحلقات جديده وبوصفات جديده كمان. شكرا لمتابعتكم، بنشوفكم بكره بحلقه جديده.